الخبز يرافق البشرية عبر تاريخها المعروف، فقد اكتشف علماء الآثار أدوات حجرية عمرها 30,000 عام بها آثار حبوب قمح مطحونة، أي ربما حاول الإنسان بواسطة هذه الأحجار صنع الدقيق. واستطاع الإنسان المصري القديم منذ 3,000 عام شراء الخبز من شوارع المدينة تماماً مثلما يفعل الإنسان المعاصر اليوم عندما يعرج على المخبز في طريق عودته إلى البيت. وبالطبع أنواع الخبز الموجودة اليوم مقارنة مع ما كان في غابر الزمان أكثر بكثير، ولقد ساهم في ذلك المطبخ الفرنسي بشكل كبير. وفي أوكرانيا الحديثة اعتمد النهج الأوروبي لإنتاج الخبز بنشاط. هوايتي تحضير الخبز، وأنا عموماً أمارس التعليم وإنتاج المخبوزات الأخرى، ومنها الخبز ومخبوزات العجين الطبقي، وهذا التوجه أوروبي. تعلم دينيس الكثير وتمكن أن يدير مخبزه الخاص بفضل تعليم الخبازين المحترفين، لذا لا يعترف بالمفاهيم المتداولة مثل سر الصنعة أو المكون السري، ويريد أن يجذب لفن تحضير الخبز أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين المهتمين. ما نقوم به خلال عملية الإنتاج نعرضه على الناس، وفي هذا خاصيتنا، إذ لا نخفي الأسرار ونعلم الناس القيام بنفس الشيء. الرغبة في توحيد كل ما هو ممكن في العهد السوفيتي أدت إلى وضع يجعل الأهم ليس النوعية وإنما كمية المنتجات التي امتازت بالندرة. علم الاتحاد السوفيتي عدة أجيال من الناس في أوكرانيا أن الهدف الأهم ليس شراء الخبز الجيد وإنما شراء الخبز. عملت في البداية قرابة 3 سنوات في مصنع خبز عادي في ريف تشيركاسي، والخبرة التي اكتسبتها هناك لم تنفعني في الحياة أبداً. كنت مشغلاً للفرن وحسب. نتيجة لذلك ترك دينيس العمل وحصل على وظيفة في مخبز فرنسي في كييف، وهنا تعلم أخيراً كيفية صنع خبز حقيقي، ثم افتتح مخبزه الخاص من أجل صنع وصفاته الخاصة. اليوم يخبز دينيس خبز كامبان، أو بالكلام المبسط الخبز الفرنسي القروي. هذا يعني أنه بالإضافة إلى القمح يحتوي على 10% من طحين الجاودر، وطبعاً الماء والملح والخميرة دون أي إضافات أخرى مثل مسرعات التخمر. وهذا يعني أن الخميرة سوف تتفاعل 6 أيام قبل أن يستخدمها في العمل. ولكن في مصنع الخبز لا ينتظرون كل هذه الفترة الطويلة، إلا أن المخبز اليدوي يعمل بقواعده الخاصة. جميع هذه المكونات بسيطة جدا. يستغرق صنع دفعة واحدة من الخبز يوما واحدا. يشارك دينيس عن طيب خاطر تعقيدات الحرفة مع المشاركين في الفصول الدراسية. هو لا يعلمهم فقط تحضير الخبز بل وإعداد عجين الكرواسان ذي الطبقات. يأتي إلينا الناس ليستبدلوا بصناعة الخبز مهنهم التي لا تعود عليهم بالمتعة ولا الناتج الكافي ربما. يريدون أن يخبزوا ويعملوا ليلا نهارا ويكابدون عناء هذه المتعة مدفوعين بشغف الخبز وحب رائحة المخبوزات. يسعى دينيس سوخوفوي لنشر المعرفة عن الخبز المعاصر من أجل تأسيس وسط جديد للخبازين القادرين على المنافسة في أوكرانيا، ويأمل هذا الخباز الشاب أن يصبح شائعاً ومفهوماً لدى الناس أن المنتج عالي الجودة لا يمكن أن يكون رخيصاً ويجب أن يلقى تقديراً عالياً.